شو هالحكي اللي عم بتقوله؟ أنا مالي أختك. شو عم تقول ثابت؟ متأكد؟ بتتذكر لما قعدنا وحكينا همومنا لبعض؟ ايه؟ بوقتها بتذكر اني قلت لك انه كان في عندي اخت، هديك البنت هي هي. لامتى ناويين تخلوني هون؟ ما عاد حابة اسمع هالكلام الفاضي. لك شو هالقصة هي؟ طالما هي اختك لك ثابت، ليش هي ما عرفتك؟ ما بعرف. ايمتى اخر مرة شفتها؟ من سنين، طلعوها من دار الايتام. انا دورت، اخر مرة شفتك فيها كان من شي 15 سنة. بس ما قدرت اني احكي معك، وبعدين ما عاد شفتك بالمرة. طيب شو رح تساوي؟ ما بعرف غيس، ما بعرف. بنتي نازلي، لوين أخدوك يا حبيبتي؟ مين اللي أخدك مني؟ يا ربي يا ربي ساعدني لاقي بنتي. جمال قلي شو صار معك؟ بدي بنتي الله يخليك لاقيها. اهدي شوي، بنتنا رح ترجع صاغ سليم. طب بصير هيك، خلينا نخبر الشرطة، ما بصير نضل ساكتين. ما فينا نتصل، إذا اتصلنا رح يأذوا نازلي. شو بدنا نساوي؟ يعني نحنا بدنا نضل ساكتين وبنتنا مخطوفة؟ هدول بدهم مني شغلي. شو بدهم؟ لك شو ما بدهم عطيهم، ياخدوا روحي بس ترجع بنتي. طيب هن ليش خطفوها؟ أحكي. قضية بكرة بدهم يعني اطلق سراح المتهمين. ساوي اللي بدهم يا. شو هالحكي؟ لك انت ما بتعرفي انه هدول الناس هني سبب التخريب بهي البلد؟ لك هدول قادة تنظيم إرهابي. أنا ما دخلني، البلد ما وقفت عليك لتنقذها من هيك عالم، أنا بدي بنتي وبس. اسمعيني ميسون، إن شاء الله مفكرة إنه الوطن بلا قيمة لحتى أرضخ الابتزازات هالتافهين. طب وبنتك؟ بنتك مو مهمة عندك؟ شو هالحكي؟ وبنتي مهمة عندي، ما بتراجع عن اثنين. أف أف يا ربي أف. لازم نساوي شي يا ثابت. بنت القاضي انخطفت والمحكمة بكرة، وما حدا بيعرف مكان البنت. أنا مالي خايفة منكم، شفت نصابين كتير مثلكم. قومي. يعني عرفتوا انه مو انا اللي خاطف البنت؟ بس رح دفعكم تمن اللي عملتوه غالي. سارة، سارة أنا أخوك ثابت. إذا ما رح تساوي شيء أنا رح أتصرف. شو بدك تساوي؟ لك مع مين بدك تحكي؟ بدي اتصل بالشرطة. انت ليش ما عم تفهم علي؟ انت ما عم تعمل شي وحياة بنتنا معرضة للخطر. خلاص اهدي شوي،
اهدي شوي. أنا بعرف شو ساوي. قلت سارة؟ أنت أكيد مشبهني لحدا. اسم أبوك يا فوز وأمك عائشة. ردي علي، أنا بكون أخوك يا سارة. أنا مالي سارة، أنا اسمي أرزو. شو ما حكيتي بالأخير أنت بتضلي أختي. أنت سارة ومتأكد من هذا الشيء، بس ما كنت متوقع أنه اجتمع فيكي بعد هالسنين هي كلها. كلام فاضي، يا أنت بتعرف تكذب منيح يا أما ممثل كتير قوي يا أما أنت مريض، وبيكفيني اللي سمعته منك. سارة، هالجرح اللي على رقبتك بعرف كيف صار وبحكي لك إذا بدك. يا أخي الله يخليك لا تتركني. سارة، هداك اليوم أخذوكي مني بالقوة. بدي أخي. يلا بنتي خلينا نروح. تذكرتي؟ الوقت تأخر، ليش لهلا ما نمت؟ روحي نامي، أنا مالي نعسان، وبعدين لازم أدرس هالملفات شوي. خير إن شاء الله، مين إجا بهالوقت؟ مين يعني؟ يا بيكون ممدوح يا أما رنا. هلا منعرف. تفضل. مرحبا حضرة الضابط، بعتذر انك جينا بوقت متأخر. لا ولا يهمك، بس كأني انا بعرف حضرتك. انا قاضي جنايات جمال ميشي، انا اللي رح اتولى المحاكمة بقضية اركان كوندو. شو في امي؟ ما بعرف، بس انتو ليش فقتوا؟ لانه سمعنا صوت الباب. طيب شو القصة؟ خطفوا لي بنتي. شو هالحكي؟ كيف صار هيك؟ قالوا لنا إذا خبرتوا الشرطة رح نأذيلكن البنت، بس ما عنا حل تاني. خطرت على بالي سيادة الضابط، وطالما أنت عم تحقق بالقضية قلت يمكن تلاقي لي حل للمشكلة. تفضلوا تفضلوا، فوتوا بنحكي جوا إلا ما نلاقي شي حل إن شاء الله. تفضل. فوتي. تفضل تفضل. كان عمرك 5 سنين، وبيوم من الأيام اجى رجال ومرته مشان يتبنوكي. لا تاخدوها، شو بدكم فيها؟ يلا بنتي. ما حبيتي تروحي، وأنا ما حبيت افترق عنك، ما كان بدنا نفترق عن بعض. كنا مبسوطين سوا، كنتي عم تبكي وتقولي أخي الله يخليك لا تتركني، بس ما طلع بإيدي شيء. وبعدين أنتي وقعتي، الجرح اللي على رقبتك كان من الوقعة. طيب أنت وين كنت كل هالوقت؟ ليش ما شغل بالك وقلت يا ترى شو صاير بأختي هلا؟ يعني معقول ما سألت؟ سألت؟
سألت عليك دائما بس ما حد قال لي لوين رحتي، وبعدين هربت من الميتم وضليت جوعان وعطشان بالشوارع، نمت بالجناين كل عمري وأنا عم دور عليك. وآخر مرة شفتك كنت بالثانوية، بس كان معك عائلتك الجديدة، ما قدرت، صدقيني ما قدرت. ليش ما أجيت؟ ما قدرت أجي، كانوا رح يبعدوني عنك. بس هالشغلات ما لك حكي لي هون. وهي سمعت. طيب ماشي، بس بالآخر التقينا وأكيد ما رح نفترق. بدك ما نفترق مو هيك؟ من شوي كنتوا بدكن تقتلوني، هداك الزلمة حط المسدس براسي لو أنت ما أجيت. اسمعي يا خانو، نحن في عنا بنت مخطوفة، وهالبنت بنت القاضي اللي بده يحكم بقضية كتير مهمة بكرة، وانتي كمان كنتي عند القاضي. أنا كنت رايحة منشان احكي معه. كم مرة قلت لكم هالحكي؟ ما بعرف هاي البنت بنوب. صحيح غيس، أنت سمعت سارة عم تحكي معه؟ وكانت عم تهدده ببنته؟ لا، أنا ما سمعت شيء، أنا توقعته بس. سارة بتعرفي شيء بخصوص هاي البنت؟ أنا اسمي أرزو، مو سارة، أرزو. والله رح تجنني. شو صار لكم؟ عم قلكم انا ما بعرف شي بنوب. ماشي أرزو. طيب موكلينك يلي رح تدافع عنهم، انت بتعرفي حقيقتهم؟ كلياتهم من رجال الاعمال الشريفين والوطنيين. عن جد معك حق، هني اشرف الناس، لكن موكلك هو يلي قتل ابي، بقى وين الشرف وين الوطنيه؟ شوفي ساره، يمكن انت ما لك علاقة لانك ما بتعرفي حقيقة هدول الناس، بس بنت القاضي انخطفت ولازم نلاقي البنت يا أرزو. انا متأكد في فيثاغورس ورا هالشغلة، وكمان متأكد اكتر من اللازم. بقى يا ريت تساعدينا، وقت كنتي بعمرها بعدوكي عن اهلك، حطي حالك مكانها، فكر شوي بأهل البنت، حاول تنقذيها معنا. كنت بمكتبي، اجت محامية صبية. شو اسمها؟ أرزو. أرزو شو كنيتها؟ ما عم اتذكر الكنية. لك هاي أرزو سيهان اللي اجت لعنا اليوم. ايه صح، انا هلا تذكرت. ما بعرف كيف فاتوا علينا، اخذوا البنت معهم وراحوا. هددتني بشكل مباشر، اذا بتفتح تمك نحن فورا بنقتلك بنتك. يعني اذا ما اطلقت سراح موكلينا؟ ايه، وانا اجيت لعندك يا سياده الضابط، يا ريت تساعدنا. اذا عرف او انسمع اني اجيت الله يستر. بنتي عمرها 7 سنين، لك
هيك الله ينتقم منهم. شو بدهم منا؟ طب كانوا ياخذوني إلي. لك شو هاد؟ ما عاد في ضمير. معقول لسه في عالم هيك؟ لا تزعلي خالة، بابا رح يلاقي لك بنتك ورح يمسك هذيك العصابة. بابا مو رح تلاقيها؟ منلاقيها إن شاء الله. وهلأ لازم نروح على المركز. بالله عن جد؟ لا تخاف، أكيد ما حدا رح يضرب شي. بنتي أعطيني جاكيتي. حاضر بابا. هلأ أنا بدي تسمعوني ماشي؟ ما بقى في داعي نضيع وقت، لأنه في بنت صغيرة مخطوفة ونحن لازم نلاقيها. أرزو، متأكد أنك رح تساعدينا. كل شي ما بتعرفي عن أركان كوندو نحن رح نحكي لك يا، بس نحن لازم نستعجل. تعرفي هدول الناس كم مرة حاولوا أنهم يقتلونا؟ هدول أكتر ناس ما في بقلبهم رحمة بالمرة، وعديمين الشرف وواطيين كمان. وبكرة بتعرفي مع مين عم تشتغلي. ماشي خلص، أنا رح ساعدكم. تعرفي مكان البنت؟ بعرف كم واحد من الرجال بكهاس، يمكن يكونوا بيعرفوا مكانها. ماشي أنا رح أجي معك. ونحن شو نساوي؟ لا تخافوا، نحن رح ناخد البنت ونجيبها. وأنا بدي أجي. أخي خليهم مع بعضهم شوي، يعني أخ وأخته التقوا ببعضهم بعد سنين. ها؟ ماشي رح نستنى. يلا. بتعرف خيري، أنا ماني مرتاح لهالقصة أبدا. شو بدنا نسوي؟ الضابط نجيب. أهلين سيدي. أهلين. خير سيدي، شو هالاجتماع المستعجل؟ غلي قلبنا. أدو هلأ بتعرفوا كل شيء. تفضلوا اقعدوا. شكرا. ماشي. هي بالمخزن؟ طيب وين المخزن؟ بيكهاز طلب مني أني اهتم بالموضوع. ماشي نحن جايين. أنا وصديق لألي. ماشي. المخزن بمنطقة سيريغازي. منيح خلينا نروح. عملت كتير منيح إنك رح تساعدينا. أنا ما عم بقدر أفهم بيكهاز كيف يقدر يساوي هيك. يا شباب من هلأ وطالع نحن رح نواجه عملية مهمة وسرية. القاضي جمال بيك هو اللي مستلم قضية بكرة، بس فيثاغورس وجماعته خطفوا بنته. يا شباب انتوا أملي الوحيد. طيب في عنا دليل سيدي؟ حسب أقوال جمال بيك المحامية أرزو سيهان اجت لعنده وهددته. عاطف تعرف شو مهمتك ما هيك؟ بعرف سيدي، بدي أعرف مكانهم. جمال بيك بس اسمح لي شوي. طبعا. ما بدي حدا يعرف أي شيء. حاضر. لا تنسوا حياة البنت الصغيرة معرضة للخطر. شغلة توقيف زكي يحيى عن شغله كتير منيحة. إمتى رح يجي الصبح وأطلع من هون؟ يلا تحمل لك شوي تانية. أوه نجيب، شو ما رحت على البيت؟
رحت بس ما جاني النوم. كانت عد الخواريف. بيصير. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. خلصت بس ما جاني النوم. طالما نحن هون خليك عم تعد حضرة الضابط، لأنه نحن مو مطولين كتير هون. وقفوا مع بعض وقولوا تشيز تشيز. تشيز. راح حطها خلفية على كمبيوتري حتى كل ما اشتقت لكم اتفرج عليها واتذكركم. نجيب، ذكرني شو كان تاريخ ميلادك؟ ليش عم تسأل؟ لشاهدة قبرك. أبي تأخر لسجلني، بس بالهوية تبعي حسب مالي متذكر مكتوب 30 آب 1970. إن شاء الله ما منقصر. بس اوعى تعذب حالك، أنا عندي قبر والشهادة جاهزة. يا أستاذ نحن منخاف من الله مو من الموت. ارتاح. كيف كانت؟ طيب لأمتى نحن بدنا نستنى؟ والله إذا صار شي لبنتي أنا ما برحم حالي. هدي حالك شوي، إن شاء الله منلاقي بنتك وبترجع لك ساق سليم. يا ترى لوين أخدوها؟ الله أعلم قديش بتكون خايفة. أنا بدي ماما، بدي ماما، ماما. خلص ولي اسكتي، شو صار لك من الصباح عم تبكي؟ صحيح أرزو جاي لهون، اتصلت فيني وقالت جاي، بس قال جاي مع واحد. ومين هاد؟ ما بعرف، وما بقى إلا توصل. رح اتصل بالشباب خليهم ينجوا. اتركوني انتو، شو بدكم فيني؟ أخي أنت شو عم تساوي؟ هدول الجماعة خطيرين كتير وما بتعرفيهم. ديري بالك. هاي هي المحامية؟ ايه هي. عن جد صدفة غريبة، مثل مساعدتك ستيفانيل أخذت منحة دراسية من عزيزة باشار وصارت محامية. شو هالقصة الغريبة بهي المنحة؟ الله أعلم، كل اللي طلعوا من هنيك نفس العقلية إلا ما نعرف. سيري أنا عرفت مكان البنت، هني بمنطقة سيري غازي. خلينا نطلع. لقيتوها؟ اهدي شوي، رايحين نشوف. انتو خليكن هون، ان شاء الله منجيب البنت صاغ سليم. يلا. انا بدي ماما، بدي ماما. ماما. لك البنت اخي انتبه. لا تخافي حبيبتي، جينا حتى ناخدك لعند أهلك ماشي؟ هنن وينون؟ عم بيستنوكي حبيبتي، تعالي معي أنا رح أخدك لعندهم. يلا أمشي. ما رح تطلعوا من هون. يلا أرمي سلاحك لشوف. بعد 500 متر انعطف نحو اليمين. يلا ممدوح، يلا استعجل، يلا. ايه بتأمر.
انت اكيد عم تمزحي. عم قلك ارمي سلاحك. هاتو. شو عم بتساوي أرزو؟ يلي لازم ساوي. عم تقلي انك اخي وبدك يعني بعد كل هالسنين انه احضنك يعني؟ لحظة، هدول خدعوكي، عملوا لك غسيل دماغ. صحيح، غسلوا لي دماغي، غسلوا الوسخ اللي تركته انت واهلك. لك هدول حافظوا علي، ولولاهن انا كنت ولا شيء. انت غلطانة، ولك هدول الناس مجرمين بوشين، ورح اثبت لك هذا الشيء. شو وين كنتوا؟ نعتذر أرزو خانو. خدوها. حاضر. خدوا الأسلحة بسرعة. شو بدك؟ اتركني اتركني. مو هيك، هاي طفلة ولا؟ اوعى تقرب لهون. خلص اهدي ولا ولا ما تشوفي أبوك وأمك بحياتك، فهمانة؟ مين هدول؟ مين انتو؟ شرطة. ممدوح انتبه. خلصوا ليه؟ لا تخاف. شو عم بيصير؟ اجت الشرطة هربوا. شو جابون هدول؟ استسلمي خلص، ما فيك تهربي، رح يقبضوا عليك. آمن شوف لك أنا. انت روح لهي الشرطة وانتو اربطوا بسرعة، وانت اضربني. شو؟ قلت لك اضربني، شو ما بتفهم؟ مو هيك اضرب مثل الرجال. حط سلاحك براسي. خلص بقى اهدي، رح تخنقني. وهدول الاتنين خدوهن على الكوخي اللي بالغابة. ماشي أرزو، وانت رح تاخدني رهينة حتى نقدر نطلع من هون. ليش بيصدقوك؟ إذا مثلت منيح بيصدقوك. عم تغلطي يا أرزو، هذا غلط كبير، ما بيصير هيك. خدوها من وشي. خلص اتركني. امشي امشي. بلا هالشغلة. ماما يلا مسكي، رح يقبضوا عليك. انزلوا شباب يلا بسرعة. لا تقربوا لهون، يلا ولا بقتلها. ارمي سلاحك، نحن شرطة. خلصوني منه. ارجعوا لورا احسن ما قتلها. الله يخليكم ساعدوني. بدي سيارة بسرعة. عم اقول لك يلا ارمي سلاحك. فيك شي؟ لا منيح، جيتوا بالوقت المناسب. وين البنت؟ هلا اخذوها، راحوا من هون. بسرعه روحوا دوروا عليها. يلا شباب. حاضر. شو صار؟ خطفوا البنت واخي ثابت. قلتي لي ثابت؟ ايه، اخذوهن هن الاثنين، وكانوا رح يقتلوني كمان لو ما انتوا اجيتوا. امشي. لك خلصيني بقى. بدي ماما، ما بدي اياها. امشي يلا، بعد عني. لك حرام عليك. خلاص احسن لك. خدي لجوا. يلا تعالي روح. خلص اهدي حبيبتي، لا تخافي ابدا. وقف. عثمان خبر الدوريات اللي هون. حاضر سيدي.
امشي. طب انت من وين بتعرفيه لثابت؟ بيكون اخي. كيف يعني؟ اخي من لحمي ودمي. اجينا انا وياه لحتى ناخد البنت، بس هن هجموا علينا. الامور فاتت ببعضها. سيدي سيدي هربوا. وهلا حضرتك بدك تحكي لنا كل شيء من طقطق. السلام عليكم. سيدي شو في؟ الخانم طلعت هي والسيد ثابت اخوات. لك خيري شو صار فيهم هدول؟ ثابت ما عم بيرد. انا ليش ما رحت معهم؟ ليش؟ حضرة الضابط ما في داعي تتوتر. اكيد صار شيء سيء اكيد. شو رح نساوي؟ ما بعرف يا خيري ما بعرف ما بعرف. عم فكر. تعرف وثقنا بهالبنت بسرعة. وانا عم فكر هيك. لا تكون هاي البنت لعبت علينا لتخلص من بين ايدينا، ويمكن تكون مسكته لثابت. اه لك ليش هيك؟ ليش هيك؟ لو رحنا معهم ما كان احسن. ايه بس ثابت كمان مطمن على الاخر. الوقت رح يخلص. لك بدي لاحق البنت المخطوفه، ولا بدي ادور على ثابت، ولا بدي افكر بالمحكمه تبع بكره كمان. وهلا شو بدنا نساوي؟ لك ما بيصير نضل قاعدين هون، ما بيصير. خلاص هدي حالك، قول شو بدك وانا بامرك. وانا بمكتبي اجى لعندي شخصين وقال لنا مجال بكهس وطلبوا دافع عن قضيه بكره. بالاول انا ما رضيت، قاموا حطوا مسدس براسي، جبرت وقبلت. انا ما كنت بعرف هالجماعه، وانتو شفتوني، تعرفت عليهم اول مره بمركز الشرطه. وبعدين؟ بعدين كانوا خاطفين بنت القاضي جمال وطلبوا مني اني احكي مع القاضي. انا حاولت اتهرب، قاموا هددوني بالمسدس. شو قصة ثابت؟ انا لما كنت طالعه من عند القاضي زلمه اخذني بالقوه، فكرني انا اللي خطفت البنت. هو طبعا في معه حق. شو اسمه؟ اسمه يمكن كان غيس. ايه ايه غيس. بعدين اجا اخي ثابت، انا ما عرفته بس هو عرفني وقال لي انه انا اخوكي. حكالي عن بكهاس وفيثاغورس وقديش هن الناس كتير خطيرين. هن اللي خطفوا البنت، وقدرت اعرف مكانها واجينا لهون، وهون طلع بوشنا رجال مسلحين، واحد ضربني، بعدين خطفوا اخي ثابت والبنت. غيس وينه هلا؟ عم يستنانا نخبره. ألو سيدي. غيس لازم تجي لعندي فورا. شوفي سيدي، أنت اللي بدك تخبرنا شوفي. طيب أنت وينك هلأ؟ أنا بعيد شوي، في معي أرزو خانم. قلت لي أرزو خانم؟ وثابت؟ هاي هي القضية، في جماعة خطفوا ثابت والبنت الصغيرة. تعال فرع حتى نحكي. حاضر سيدي. احكي لي شو صار. كنت عرفان رح يصير هيك شيء، كنت عرفان. امشي بدنا نروح يلا. اي طيب قل لي شو صار. لك بحكي لك على الطريق، امشي خلصني. تعال لشوف. لك فوتي معك. واطين ليش عم تدفشوا البنت هيك؟ حرام. خلاص ولا مين قالك تحكي؟ شو صار معكم؟ اللي قدرتوا تلاقوا بنتي؟ للأسف قدروا يهربوا منا. انتي احكي وانا بنتي.
عم اقول لك وينها. اهدوا، انا ما دخلني بشي، وضحت كل شيء لحضرة الضابط. خلص اهدوا شوي ماشي. هي اللي حددتني. احكي لوين اهدي شوي. ميسون هدي حالك. اهدي ميسون، طولي بس. اهدي اذا بتريدي اهدي شوي. ميسون تفضلي اهدي. هدي حالك، حل الموضوع. كيف بدي اهدى عليك هاي بنتي؟ اتركوها وخلوني عندكن، وعملوا فيني شو ما بدكن وقتها. نحنا بدنا البنت مو انت. انت ما بتفهم بالحكي. بدي ماما. يلا يلا اضربوني إلي، اضربوني إلي واتركوها. لك إذا أنا ما أجيت وهددتك أكيد كانوا رح يقتلوني إلي. بصراحة خفت كتير، وما كنت بعرف هالجماعة من قبل، بس هنن ورا كل هالشغلات اللي صارت. نحن مالنا مضطرين نصدق. بدكن صدقوا وبدكن لا تصدقوا، أنا عم بحكي الحقيقة، وشفتوا بعيونكن كمان كيف كانوا رح يقتلوني. لما وصلنا لهنيك كانوا بدهم ياخدوها رهينة. صدقوني أنا مالي علاقة ببنتكن، وبحلف لكم وأنا خفت مثلكم من هالجماعة. رجال اللي إجوا لعندك مين هدول؟ أنتوا قوصتوا واحد منهم والتاني قدر يهرب، والباقيين أول مرة بشوفهم. معناتها ادعاء إنه بكهاس ورا هاي الشغلة طلع فاضي. بكهاس قال ما عنده علم بهالشي ونكر القصة، ونحن ما فينا نتهمه. مرحبا سيدي. شو مساوي كمان؟ هات لشوف. انتو لو كان فيكن ذرة وحدة من الشرف والكرامة ما طلعتوا قدام الناس. حضرة كوبيلاي شاهين ولا بكهاس ما بتفرق. حتى لو خلصتوا اليوم، الشعب كشفكن على حقيقتكن من كشف وراءكم. قال هي أخته لثابت مظبوط؟ وأنا كمان استغربت سيدي، والله أنا برأيي أنه مو ظابطة، بس هو اعترف بهالشيء قدامنا. صحي وينه؟ أخذوه هو والبنت. وعك تدخل بهالشغلة، هي عم نبهك. سمعتي شي أخبار عن محاكمة فيثاغورس وجماعته؟ أنا صار لي يومين ما سمعت أي شي بابا. مرحبا. أهلين مندو. أهلين فيكي. كيفك أنت؟ طمني. منيح وأنت؟ وأنت كيفك صحابك؟ الحمد لله أحسن. شو صار معكم؟ في أخبار جديدة عن محاكمة فيثاغورس وجماعته؟ لا تسأل صحابك. لبين ما ترجع لك بنتك لحضنك، نحن أكيد مالنا مبسوطين. أي خطوة غلط منساويها ممكن يكون تمنع حياة بنتك. أنا بعرف هالشي منيح. اليوم بإمكانك تطلق سراح المجرمين بالمحكمة، وما حدا في إلك ليش عملت هالشي. بعد 9 أصابع وفريقه نحن رح نخسر فيثاغورس ورجاله يلي بيمثلوا وحدة من أقوى خلايانا، بالوقت اللي الحكومة عم تواجهنا ومفكرين حالهم أنه قدروا يحصرونا بالزاوية. أكيد في عنا خلايا تانية نايمة، وهلأ صار الوقت حتى نخليهم يصحوا، لأنه بهذا الوقت الصعب لازم نذكر الحكومة إنه نحن ما بينقضى علينا. بصراحة الحكومة ما بيزعجها إلا جنازات الشهداء، وهالشي أنا متأكد منه. بكهاس أنت تعا معي. ماشي رح أجي معك، بعرف ما فيك تروح لمكان بلي. امشي. أنا خايفة. يلا حاولي. ما عم أقدر، تعبت كتير نزلني. يلا حاولي كمان. خلص. أنا بدي ماما، بدي ماما، بدي ماما. خلص أهدي. رفيقك انت رح يجي. هلا بدي اروح لعند ماما. خلص حبيبتي، ليش عم تبكي؟ هدي حالك، من شوي اتصل وقال انه هو على الطريق. عن جد هلا جاي؟